نعم، جرى صبيحة اليوم الاثنين وقفة احتجاجية بالمالقية لعدد من ساكنات جماعة عامر. كفاعل مدني، لماذا لم تشارك السي أحمد في هذه الوقفة الاحتجاجية؟ السلام عليكم، معكم أحمد النبتي، رئيس جمعية سيد الحبشي للتنمية المجالية. بالنسبة للوقفة الاحتجاجية أنا ما شاركت فيها لأن تقصيت الأمور وعرفت بأن هذه الوقفة الاحتجاجية مدبرة. إذا أهدافها غير بريئة. تماما، لأن الناس كتدور بالليل كتدق على الديور، خرجوا، كاين اللي كيقولوا لي هاجي راه تمشي للعمرة خصك تسجل، كاين اللي تيقولوا لي راه غادي يحولوكم، كل واحد كيلعبوا على العقول الضعيفة باش يستقطبوهم. باش يعملوا واحد الوقفة احتجاجية اللي هي غير شريفة. نعم، كان توزيع هناك بيان. تماما، كان هناك بيان تتوزع على الساكنة في الليل، وهذا البيان هذا ما عرفتش المصدر ديالو، يعني كاين واحد الهيئة اللي كتفرق هذا البيان هذا، هو النموذج ديالو. نعم. هذا نموذج من البيان. نعم. وانا كنطالب هاد الناس هادو يعني نعرفوا يجرى واحد التحقيق باش يعرفوا شكون مور هادشي هذا، لان هادشي هذا راه كيخلب النظام العام وكيستقطبوا الناس بطرق غير مشروعه. لهذا انا كنطالب المسؤولين باش يجريوا واحد التحقيق في هادشي هذا، لانه مضر وما كيزيدش بالتنميه ديال ديال الجماعه الترابيه عامر، بل هي كيعطل المسيره التنمويه اللي وصى عليها جلالة الملك الله ينصرو. حنا كساكنة ديال البراهمة عامر سلا دخلنا في إعادة الهيكلة بالنسبة للتنمية القروية، المشروع ديال التنمية القروية، وحنا متبعين البرنامج ديال السيد رئيس الجماعة، متبعين الخطوات ديالو، ولو أننا باقيين كنعانيو وراه حنا صابرين، ربما ريت ما يتم الفرج. نعم، تابعتم تصويت المجلس على مشروع قسم التهيئة. تماما. نعم. يعني كاين هناك حنا كنتسناو واحد، عندنا واحد الامل كبير، وحنا شفنا بان المشروع مقبول ودرنا واحد الدراسه ديال المشروع بالنسبه للساكنه فين كاين دوار سيد الحبشي، وعملنا واحد الكروكي ديال المنطقه، ودرنا واحد الدوسي ديال الحومه وحطيناه في الجماعه. وكنت كنشكروا السيد رئيس الجماعه اللي خدا بعين الاعتبار الملاحظات ديال الجمعيه ديالنا، وحنا كنتسناو الاجراءات تكمل. نعم، ما هي الرساله ديالك لبعض الساكنه اللي شاركوا اليوم في الوقفه واللي شاركوا ما عرفوش علاش شاركوا، حتى بعد ان البعض منهم قيل لا استخدموه من اجل اجراء قرعه الحج. تماما، هذه بعدا الله لا سمحهم الله، الناس هذو اللي يجمعوا الناس بهذه الطرق هذه تيستقطبوا الناس على نقاط ضعف ديالهم، وتيستقطبوهم على الجهل ديالهم المسائل، تيدخلوا المواطن العادي البسيط في امور سياسيه اللي هي كبيره عليه. كنقول لهاد الناس هادو اللي بغا يمارس السياسه راه كاين محل ديال السياسه ديالو، ما يجيش المواطن يستغل المواطن في واحد الوقفه هو ما عارفش راسو علاش جاي واقف. من هذا المنبر هذا تنطالب الناس المسؤولين باش يجريو تحقيق في هذه الوقفه هذه، ويعرفوا المواطنين علاش جايين واقفين، ويشوفوا شكون مور هذا الشيء هذا.